الإسلام دين بلا إيمان ولا يبحث عن الإيمان، إنما يبحث فقط عن الإذعان والإقرار بسلطة رجال الدين ورجال الحكم. شيء آخر أيضا يتميز به هذا الدين الذي أورثه لنا الفقهاء، وهو أخطر مما قلته في البداية، وهو الإسلام هو عدو الإيمان الحقيقي، ولا يطلب هذا الإيمان بل يطلب ما يتضاد معه تماما. وهذا يقودنا إلى النتيجة التي سأناقشها في نهاية الحلقة، وهي أن الكفر أفضل بكثير من الإيمان، وبالأدلة الدامغة التي تؤكد لنا بأن الإيمان الذي ينشره رجال الدين وتحت اسم الإسلام الصحيح هو ليس بإيمان مفيد ولا نافع لجميع الشعوب التي آمنت بهذا الإيمان الذي وضع قوانينه وأعرافه وفقه وكل ما فيه وشريعته الكاملة وفقا لحاجتهم. هذا الإيمان لم يعد مفيدا للناس ولم يكن مفيدا أصلا في الحقيقة، إنما الإيمان الحقيقي الذي نابع من القلب لم يوجد في تاريخ الدين، بل كان محاربا مجرد ظهوره في أي فرصة، والتاريخ يشهد على هذا، يشهد عاقبة الطوفة والناس الذين كانوا يحاولون التفرغ لدينهم والابتعاد عن الإسلام، مع هذا لم ينفذوا بجلدهم وطاردتهم الفتاوى والدعوات التكفير وأيضا حالات الإعدام لكثير من أتهم. نرى كل هذا في هذه الحلقة. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. هل هنالك إيمان بدون إسلام؟ وهل هنالك إسلام بدون إيمان؟ كيف نستطيع أن نفهم الإيمان بدون وجود إسلام؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن لأي مسلم الآن مثلاً أن يؤمن بوجود الله ويقر بوجوده ومع هذا يقول أنا لا شأن لي بالإسلام الذي يؤمن به الناس، أنا ما يهمني هو الإيمان بالله؟ هل إيمان كهذا مقبول من قبل الفقهاء ومن قبل رجال الدين؟ الجواب كلا، وسنعرف هذه التفاصيل عندما نتساءل ما هو الإيمان، ما هو تعريف الإيمان لغويا وأصلاحيا وفقهيا، وما هو تعريف الإسلام أيضا لغويا وفقهيا وإصلاحيا. عندما نجمع التعريفات هذه سنجد الحقيقة الغريبة صراحة، يعني ستفاجئ الكثيرين ممن يعنيهم هذا الأمر أو يدركون مدى خطورته، سيفاجئون بأن الإيمان لا يمكن أن يقبل على الإطلاق إلا إذا كان صنوا للإسلام. إسلام بدون إيمان ممكن تقبله، ولكن إيمان بدون إسلام أمر مرفوض رفضا قاطعا من قبل رجال الدين. وهذا الخطاب كان ضروري كما أرى، سنجد بما هي مبررات هذا الخطاب ولماذا جعلوا من الإسلام هو الإيمان والصنف، وأيضا جعلوا من الدين مفهوم الدين هو نفسه مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام في خلطة عجيبة غريبة، يعني تنتهك المنطق وتنتهك العقل وتنتهك أبسط التعريفات للأشياء والأفكار والكلمات. فكونوا معزز. أولا نبدأ بكلمة الإسلام. الإسلام لغة هو الطاعة والإنقياد، ويطلق على الإنقياد إلى الأعمال الظاهرة. ووفق هذا المعنى هو يغاير الإيمان بل وينفك عنه بشكل كبير جدا. عندما نقول أن الإسلام هو الإنقياد إلى الأعمال الظاهرة، هذا معناه أنه لا يعني وجود إيمان في القلب، إنما يعنيه وجود طاعة وإنقياد لهذا الإسلام. بمعنى المعاني هذا الإسلام ليس دينا بالصورة التي نعرفها، إنما هو مجرد سلطة على الآخرين، وما على الآخرين إلا الإنقياد والإذعان لهذا الإنقياد بغض النظر عن الإيمان. الإيمان هو سيتم التعبير عنه
طريقة أخرى. طبعا ابتكرها الفقهاء بعد جهد جهيد كما سنرى. كيف نكتشف هذا المعنى؟ نكتشف هذا المعنى من خلال تعبير الإسلام السياسي. فعندما نتحدث عن الإسلام السياسي فعلينا أن نعود إلى تعريف الإسلام نفسه الذي هو بتعبير الفقهاء، وسأذكر المصدر مصادر التي تؤكد هذا، أنه هو الطاعة والانقياد على إلى الأعمال الظاهرة. هذا معنى أنه ما معنى الإسلام السياسي؟ يعني معناته لا وجود لإسلام غير سياسي، الموجود فقط هو إسلام سياسي. من يتحدث الآن عن إسلام سياسي هذا جاهل أو لا يعرف الحق، أو يعني يحاول أن يقدم صورة للإسلام غير الصورة التي نعرفها، ويدعي الوسطية والأسماء المختلفة، الإسلام الوسطي والإسلام المؤكد والإسلام القرآني، وهذه التسميات كلها مجرد خطاب لتمشية الحال ولحجز مكان ضمن المعركة الكبيرة حول الإسلام، والذي يدعي كل منهم من الفرقاء أو المتحاربين وصلا به. الموضوع الذي أريد أن أقول هنا أن الإسلام يشير إلى الطاعة، وهذا هو الشرط الذي يعني ينفي الحاجة إلى الإيمان، بل يؤكد الحاجة إلى العبودية والإنقياد. معنى معاني أن الإيمان كما نتأمله أي إنسان ماذا سيجد؟ سيجد أن المسألة لا تتعلق بالجماعة، إنما تتعلق بالفرد. أنت لديك إيمان بمسألة خاصة فيك، بالتالي أنت حر في إيمانك، وهذه الحرية عندما تأتي وتحلل مفهوم الإسلام لدى الفقهاء ستجد أنه له علاقة بالطاعة والانقياد والعبودية. فكيف تنسجم هذه مع تلك؟ هذا لا يمكن أن يكون موجودا. بالنتيجة النهاية المسلم هو الكائن المطيع الذي عليه الانقاد و يتقبل أوامر رجال الدين والدين نفسه، وما له وليس له من سلطان على نفسه بحد نفسه بذاتها، وأيضا بل إن هذه النفس عليها أن يتخلى عنها ويقاومها ويجاهدها الجهاد الذي تستحق، لأنها دائما يتغزل بها الشيطان وهي تتغزل الشيطان، فبالتالي هذه النفس أمارة بالسوء ولابد من مقاومتها. وعليه فأين مكان الإيمان بعد ذلك؟ أين سنجد هذا الإيمان؟ لن نجد له مكانا كما أعتقد، وسنرى هذا الأمر بعد أن نفصل ونحلل ما يتطلب التحليل قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن. هنالك أمر يجب أن نشير إليه، وهو أن لماذا الفقهاء حصروا هذا المعنى الإسلام كدين منذ لحظات تأسيس. عندما من يطلع القرآن يعرف أن الدين ليس فقط الطاعة والانقياد، هنالك مجالات أخرى، لكن الفقهاء حصروا هذا المعنى فقط في الطاعة والانقياد، وبالتالي حصروا معنى الإيمان وجعلوه محددا مخصصا فقط في الولاء والطاعة العمياء التي تنفي إنسانية الإنسان، وبالتالي تنفي قدرة هذا الإنسان على الإيمان، إنما قدرته على الطاعة. وبالتالي لن نستطيع أن نقول أننا لدينا مؤمنين، إنما لنا كائنات مطيعة. إن الحرص كله لدى رجال الدين هو على أن يكون هنالك مؤمن ومطيع وليس مؤمن، وهذا نلمسه كثيرا في كل كما مجرد أن نذهب إلى صلاة الجمعة أو حتى صلاة المسيح، يعني التوحيدية تتميز بهذه الميزة، تجد أنه الكل جلوس صامتي ولا يحق لهم الحديث، بل عليهم التأيد الأيدي أحيانا كثيرة أيدي ولا إما، وهذا دليل للإذعان ودليل للقياد وليس دليل الإيمان. بالتالي الحقيقة الراسخة في كلمة إيمان هي الطاعة، وهي الطاعة هي إلغاء للإنسان مهما حاولنا أن نتبذلك ونفكر. السؤال الذي أريد أطرحه وفقا لهذا، ما معنى الإبقاء على هذا التخريج الفقهي معنى الإيمان ومعنى الإسلام؟ ما الداعي لاستمرارنا على فهم هذا المعنى؟ وما الداعي لإصرارنا على الإبقاء عليه ومحاولة تشريعه وإجبار وإرغام الجميع عليه؟ ألسنا
في حاجة الآن لأن أعطي أقدم تعريفا جديدا للإيمان، محاولة الفصل بين ما هو إيماني وما هو إسلامي، فصل ما هو ديني إيماني، وبعد ذلك جعل هاي العملية تتعاشق ما بينها كما يتعاشق اللحن الموسيقي بين الأجيال المختلفة. فهنا نستطيع أن نقول بعد ذلك أن لدينا دينا، لدينا حاجة دينية، حاجة روحية داخل الإنسان، وبالتالي بعد ذلك نجد هناك تنوع كبير في هاي العلاقة الثلاثية بين الدين والإسلام والإيمان. هذا العلاقة الثلاثية دمجها الفقهاء سوية وعموا وسووا تعمية كاملة على حساب الإيمان وبالتالي على حساب الإنسان، لأن الهدف هو واضح يعني منذ البداية، الهدف هو بناء سلطة قمعية تفرض شروطها على الجمهور، ولم يكن هدفها تأسيس دين حقيقي، إنما تأسيس دين سلطوي يلغي ذاتية الأفراد وشخصيتهم وقيمتهم الاعتبارية، إما أنما القيمة الاعتبارية الوحيدة هي للدين وللجماعة فقط وفقط ثم. وهذا يعني أنا مبرر، يعني ممكن أن أجد له تبرير في الزمن الماضي، لكن لا يمكن أن نبرر وجوده في هذا الزمن الحاضر. وأدعو الجميع إلى التفكير في هذه المسألة وخطورتها وأهميتها، ولا أعتقد أن هنالك إساءة ولا لم نأتي شيئا إمرا أو شيئا عظيما، بل على العكس نحاول أن نعمل شيء ينفع الجميع، وأدعوهم إلى التفكير في هذه المسألة الخطيرة. الآن نجي أأتي إلى معنى كلمة الدين. الدين خلنا نقرأ لكم هذا كما جاء في الكشاف للتعانوي، يقول: الدين بالكسر والسكون في اللغة يطلق على العادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والجزاء، ومنه مالك يوم الدين كما تدين تدان، والسياسة والرأي ودانة وعصى وأطاعة وذل وعزة من الأضداد. هذا صفحة 5. هذا التعريف كله ما في شيء اسمه علاقة بالحر، لا وجود لأي فكرة عن وجود إنسان لديه حرية إرادة، لديه حرية رأي قول، إنما كلها كما تجدون التعريفات هي علاقة بالدين والإدانة والإدانة وأيضا الحكم والطاعة والجزاء. وأما من يتحدث وسائل الإعلام عن التسامح في الدين وما إلى ذلك والحريات والحقوق وما هذا الكلام كله لا أصل له ولا فصل، الدين وفي التراث الدين. الأمر الأساسي في هذا التعريف، التعريف الدين هو معنى أن هذا الدين وكم مثل حال تعريف الإسلام هو تعريف سياسي مطلق، يعني لا علاقة له بالإيمان. وكما نعرف كلمة إيمان لا يمكن أن تكون كلمة سياسية على الإطلاق، ولا علاقة لها بهذا الأمر. لكن عندما تمتزج كلمة الإيمان بعد ذلك سنرى كيف وأفصل في هذا كيف يتحول الدين في الإسلام إلى علاقة سياسية بحتة بين العبد وربه، بين العبد والنبي والرسول وأولياء الأمور. أنت عبد بالكامل وبالمطلق، فهذه بغض النظر عن رأينا في مسألة هي والطاعة، لكن هي مسألة الدين والإسلام هي طاعة 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 فقط، أي أنها علاقة سياسية ليست علاقة دينية. وعلينا أن نفهم خطورة الموضوع وكيف يختلف بين المعنى السياسي والمعنى الديني، أي أن الدين في جوهرة أو في ظاهرة أيضا كلاهما هو الدين هو مسألة سياسية، ويعنى به السياسة ثم السياسة والسلطة وما تعبر فضاء سياسي وفضاء سلطوي فقط، وليس فضاء إيماني إنساني يعبر عن طاقات الإنسان وفرديته، إنما يعبر عن استعداده للولاء والطاعة والامتثال. أيضا عندما نجي نتأمل يعني عبارات مثل أشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي إقرار سياسي ليس إقرار إيماني، أشهد وأيضا أن الدين عند الله هو الإسلام، هذا أيضا إقرار سياسي. أنا لا أقول بأنه أنا أسيء إلى شيء، لا، أنا ما أحلل ما هو موجود على
حر لا أكثر ولا أقل، والحق الرد مكفول للجميع، وبالعكس أحبه وأتمنى أكون غلطان يعني، أريت يعني ما عندي أي مشكلة. والآن أأتي إلى تعريف الإيمان ولكن بعد الفاصل. والآن نأتي إلى تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق بشكل عام، يعني تصديق مطلقا، لكن هذا المعنى لم يبقى في ذهن السلف أو الفقهاء، إنما حاولوا الالتفاف عليه وحاولوا أيضا أو تجاهلوه في النتيجة النهائية. وكما نعرف أن معنى التصديق، أن الإيمان هو التصديق، هذا معنى غير سياسي بالمرة، فبالتالي هذا لا ينفعهم ولا يضعفهم في التسلط على رقاب الناس. بالتالي هو أيضا هذا يشفع لقول الجهم بن صفوان الذي قال بأن الإيمان هو المعرفة، وأن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر به فهو مؤمن كامل الإيمان. بمعنى أن الإنسان عندما يعرف الله بقلبه فهو لا حاجة للمجاهدة ولا أداء العبادات وما إلى ذلك، هو إنسان مؤمن بقلبه، فلا يمكن أن نشق قلبه ونفرض عليه شيء آخر. هذا طبعا القول شنوا عليه حروب كثيرة الرجل وشوهوا سمعته، ورجل عظيم طبعا في كل الأحوال، ومعظم كثير نسبة كبيرة من يعني الجدل الإسلامي كان هو المحرك الكبير له، ولكن الكل أنكره فيما بعد، رغم أنه استعملوا هذه حجته في التصديق، لكنه وضعوها ضمن شروط الإيمان الأربعة، لكن أهملوها تماما لأنها لا تنفعهم صراحة. والسبب واضح، أنه هذا الإيمان هو إيمان بالقلب، مسألة شخصية، وبالتالي أنت لا يمكن أن يتحول إلى مسألة طاعة وقبول بشروط الآخرين. أنت لا تحتاج إلى الآخر، لا تحتاج إلى سلطة لكي ترغمك على هذا الإيمان، إنما أنت الإيمان يصدر من داخلك، من قلبك، من نفسك، بدون الحاجة لوجود من يفرض عليك هذا الإيمان، وبالتالي يخسر فرصته في الهيمن عليك واستعبادك أو حتى معاقبتك وبالتالي تكفيرك. وكما تاريخ نبي أكمله عبارة عن سلسلة من التكفيرات، الكل يكفر بعضه بعضا والحروب لا تنتهي لمجرد إحنا رفضنا هذا القول النظيف النزيه الذي يجعل الناس تعيش بطريقة صعبية. أنت تتكلم عن إيمانك الذي صادر عن قلبك، لكن هذا كما تعرفون دائما هو المهيمن على المجتمعات، دائما تستخدم الدين لصالحها. وهذا قول أيضا مردود، دائما رد عليه وقول أنه الدين هو وجد حتى يستخدم لصالحها، وليس لأنه موجود أصلا وتم استغلاله، لا، هو تمت صناعته ليكون وسيلة لاستغلال الآخرين والهيمن عليهم. ومن يقول أن هنالك من يتاجر بالدين هو قول بالتالي خاطئ، لأنه أصلا الدين وجد لكي ينفذ عمليات المتاجرة به، أي أنه أداة تم خلقها وليست أداة موجودة أو حاجة موجودة أصلا وعثرنا عليها واستثمرناها بالطريقة الخاطئة. وهذا الفهم غير مسبوق كما أعرف، وأعتقد يجب أن ننتبه إلى هذه الإشكالية التي أساء فهمها الأغلبية المطلقة، أو أساءت الأغلبية المطلقة فهمها. وفقا للتعريف في الكشاف للتهانوي للإيمان، هنالك يقول هنالك أربعة معاني للإيمان. أولا، المعنى الإيمان هو فعل القلب فقط، والثاني هو الإيمان عمل باللسان فقط، والثالث هو عمل القلب واللسان معا، والرابع هو الإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح. هذا المعاني الأربعة بدأت بعد ذلك اختلطت وجردت المعنى الأول وهو فعل بالقلب فقط من جوهرة وقولبته، والهدف واضح هو إلحاق الإيمان بمعنى الدين ومعنى الإسلام الذي بينا تفاصيله في البداية. فهذا أفسد
فكرة الإيمان وأفسد فكرة الدين القابعة في النفس الإنسانية، والتي الآن لحد الآن يتحدثون أن الدين مسألة شخصية وحرية شخصية وعبادة شخصية، في الحقيقة ليس، لا يوجد أي تعريف منها. الدين ليس مسألة شخصية، وليست الدين التوحيدي خاصة بس مسألة لا يختارها الشخص بنفسه، وبدليل حد الردة، والإنسان يولد ويرغم على هذا الدين وبعد ذلك لا حق له بالتراجع، لأنه يسمونه دين بالفطرة راحت من بالي. فبالتالي هالتقسيمات كلها هدفها واضح، أن هنالك هدف محدد، أنه هذا الدين الذي صنعه الفقهاء. هناك من يتحدث أن الإسلام ظهر في العهد العباسي، مسألة أعمق من هذا بكثير، مو مسألة تاريخية يا أخوان، مسألة هي أكو هنالك عندما تأتي وتحلل المفاهيم التي نشأت في ذلك الزمن والصراعات التي نشأت، وكيف تم إبعاد الجهمي بن صفوان الجهمية عن الموضوع، والذي دعا أن قال أنها المعرفة هي بالقلب، هو بل أن الإيمان هو المعرفة والجهل هو الكفر، نفس الكفر هو الجهل. هذا معنى رهيب، أنه الفقهاء هم مخططهم نشر الجهل، فكيف يقول له أن الإيمان جهمي بن صفوان هذا يعني يعتبرون الشيطان الشياطين، لأنه يدمر مشروعهم بأكمله، ولحد الآن هم يهاجمونه. لماذا؟ لأنه واضح المسألة، يعني لا تقبل الجدل ولا فهم ولا علم. والآن الناس تجادل وتقول أنا حر في إيماني وأنا اخترت ديني وأنا كذا. الحقيقة هذا إنسان بائس ولا يعرف الحق، ولا بل أنه ينافق عليها أو يجادل، أو إنسان خائف، ولهذا في هذه الحالة لا ألومه، لكن على الأقل عليها أن يعرف الحقيقة لا أكثر ولا أقل، وبعد ذلك فليفعل ما يشاء، فليتقبل الأمر، يهضمه بالطريقة التي يراها مناسبة، يرفضه يعني يعدله، هو حر، بس المهم يفهم. لأننا مشكلتنا الكبيرة دائما هي لا نفهم ماذا يجري ولا نعرف حقيقة الأمور ونصدق كل ما يقال عنها. وهو هذا اللي دعاهم بعد ذلك، لأنه مجرد الإقرار بالإيمان باللسان هو إيمان وانتهى الموضوع. هذا معناه أنه لا يهمهم موضوع الإيمان بالقلب، وهذا النص فقهي ممكن أشوف لكم المصدر مالته، وهذا بالصفحة 94. وأيضا أكو حديث نبوي جميل وعظيم يعني أكد هذه الحقيقة اللي أنا أتحدث عنها، والتي تتعارض مع الدين الذي أسس عليه رجال الدين دينهم الذي زعموا أنه الدين الصحيح. الحديث يقول: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذا الحديث مذكور، هذا مصدر معتمد، لأنه هذا كل شيء ذكر بهذا المصدر ما التهانوي، هو تجد خلف كل أمهات كتب التراث هي معتمد عليها، فمو مصدر عادي يعني ما يظن البعض. هناك أيضا تعريف آخر نفس الصفحة يقول أن المعرفة، أصحاب الحديث هذا التعريف الإيمان تعريف جميل، يقول أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل. لاحظ، لكن هذا العمل المعرفة إيمان كامل هو نفس مقولة جهنم بن صفوان، هي هاي المعاني الأربعة اللي قلتها: الإيمان فعل بالقلب، والثاني الإيمان عمل باللسان فقط، والثالث والإيمان عمل القلب واللسان معا، والرابع والإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح. هذين الأربعة هم الأول ضيعوه وميعوه، ولأنه لا يصف في مصلحتهم، بل اشترطوا وجود الثلاثة الأخر حتى يتخلصوا من الأول، ويجعلوا يخرجوا الإيمان من قلب الإنسان، أو جعل قلب الإنسان هو قلب واحد، قلب الجماعة نفسه يجعله قلبا واحدا، وقالوا هو إيمان الجماعة هو الجسد الواحد الذي إذا تدعى عاجز منه، وأرفقوه بهذا الحديث، صار الإيمان هو إيمان بالجماعة، وهذا المعنى الدين فعلا. أنا لا ألوم الفقهاء على هذا، بالفعل هم ناس يردون دين، وهذا حس القطيع يعني، والدين هو القطيع. كيف ممكن أن تجعل إنسان يؤمن إيمانه الخاص؟ ما يعني معنى هو، هم ابتكروا مفهوم الإيمان وابتلوا به يعني هذا يكشف طبيعة الدين وقدرته على قلب المفاهيم والقيم والمعاني والدلالات. فهو قالوا: أنت هل تؤمن بالله؟ يعني هل تصدق؟
بعد ذلك تورطوا بأن المعنى اكتشفوا هكذا هم يفعلون، يخلقون الفكرة وبعد ذلك يتورطون بها. مثل الآن قضية الحجاب، خلقوا فكرة الحجاب اللي هي ما لها أصل تاريخ الإسلامي، موجود الحجاب بين مجموعة من الناس، الآن وضعوه على الرأس وتورطوا، الآن بدأوا صارهم 100 سنة يكذبون، عشرات الكتب، آلاف الكتب، الفقهاء كلهم لا تجد فقيه، هم كلهم يعرفونها كذب، لكن من شدة الكذبة تورطوا بها فكرة الحجاب وحولوه إلى فريضة، بل وعاقبوا عليها، وإيران نزلتها بالدستور، وطالبان وعقدوا الموضوع، سووا نقاب، قصص كبيرة جدا، لكنهم يخلقون المشكلة والناس تتورط ويفرضونها على الجميع، وبعد ذلك لا ليست لديهم شجاعة الاعتراف بالخطأ في هاي المصيبة، ويستمرون في النفاق إلى ما لا نهاية، ومعتمدين على مسألة واحدة فقط وهي القهر والاستبداد والإذلال الناس ومطالبتهم بالمزيد من الجهل والتجهيل والتجاهل والنفاق والفساد بكل معاييره وكل أشكاله. وهو بالتعبير آخر هذا عملية انحلال أخلاقي وقيمي وانحلال حتى ديني، انحلال أيضا إنساني، انحلال جماعي، انحلال وطني، جميع أنواع الانحلالات موجودة عندنا. ومع هذا يطلع لك واحد رجلين الانحلال الغربي، أنت منحل، شارعك منحل، مدينتك منحلة، شعبك منحل، بلدك منحل، كل شيء، أنت نفسك كائن منحل لا تعبر عن نفسك، أنت مجرد ريكوردر تكرر الأشياء وتقولها كما سمعتها بالضبط، وحتى عندما تعلق تعلق على قوالب جاهزة منتشرة، قال الله قال الرسول قال كذا، هذا الحديث، وهذه القوالب الجاهزة أنا أشوفها بالتعليقات، قوالب جاهزة ما بها أي شيء جديد، وبس مجرد تقديم وتأخير، وأكو واحد حافظ قالب أكثر من الثاني، هذه الاختلافات فقط لا أكثر. بعد الفاصل راح نشوف لماذا كيف تم تحويل الإيمان إلى مسألة غير قلبية ومسألة سلطوية صرف. كونوا معي. السؤال الآن، كيف انتقل الإيمان من القلب ثم إلى اللسان ثم إلى ثم أصبح يدا تفعل رغم أنفها؟ طبعا هذا السبب هو واضح، يعني لا أحد يفكر بأن الإيمان هو مسألة شخصية، والسبب أنه كان في ذلك الزمان وما زلنا نحن طرف، لأننا ما زلنا مجتمعات دينية ما قبل التاريخ، ما قبل الحداثة وما قبل العصر الحديث، مجتمعات ما زلنا قرى وسطية، لا ما زلنا نعيش ضمن النموذج أو القالب أو البارادايم الذي لا يؤمن بوجود الفرد. بالتالي إيمان، فكرة الإيمان والتي فوجئ بمعناها الفقهاء وحاولوا يعني بذلوا جهد جهيد لكي يتخلصوا منها، الإيمان بالقلب والتصديق، فحولوها إلى مسألة لها علاقة بالجماعة، وأصبح شنو؟ أصبح تجاهل الإنسان وحاجاته هو الموضوع. هذا يفسر الآن لماذا تجد الناس لا تؤمن لكنها بالحقيقة تطيع، المؤمنين ليسوا كائنات مؤمنة كما كائنات مطيعة، هذا يجب أن نفهمه الفهم. وعندما يعترض البعض علي أو يعترض على أي واحد يناقش في الدين، يقولون له لماذا أنت تجحد بالدين، وبالحقيقة يقولون له أنت رفضت أن تكون مطيعا، ليس رفضت أن تكون مؤمن، هو نفس ربما هذا الشخص هو غير مؤمن لكنه هو مطيع، وهذا المهم، هو هذا الأخوان الأربعة للإيمان لازم تصديق بالقلب، هذا خير على خير، إذا فعلته فخير، وإن لم تفعله فلا مشكلة. والثاني الإيمان بالعقل، بقية وعلي شرح، واللي يكشف صلة الفقهاء بالسلطة التي كثير من الناس يتحدثون عنها، هم أسسوا هذا الدين وكانوا هم أدوات للسلطة والتي كانت بحاجة للدين، يعني يرتب لها العلاقة بينها وبين الجمهور وتأمن شره، وبالوقت نفسه تستعبده الاستعباد الكامل.
كما رأينا أن ذكرت حديثين نبويين. الحديث الأول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. يعني هذا ليش يهمله؟ ليش هذا؟ كريمة تعتبر. ماذا يهمل هذا؟ هذا الحديث كان ممكن أن على دين بس. جميل. دين رائع. لكنه لا ينفعهم. هذا يكشف حقيقة الدين وكيف. كيف تم رغبة يعني رغبة لتلبية حاجة السلاطين. وهذا يكشف أنه الإيمان الموجود ليس إيمانا حقيقيا، إنما إيمان مزيفا مدعيا كاذبا منافقا. وهذا يكشف لماذا نعيش الحياة بأكملها، حياتنا نولد ونموت في هذه المجتمعات منذ قرون على أساس كاذب واهي مزيف، العلاقة بالغيبيات التي لا أساس لها لا في الخارج، لا في الغيب ولا في العالم الخارجي ولا في القلب نفسه. نعيش أجساد مقموعة مفرغة من المعنى ومن الإيمان ومن جدوى العمل، مجرد أن نلبي حاجاتنا الطبيعية البيولوجية وندخل في صراعات لا نهاية لها كأي كائنات يعني مجردة من المعنى ومن القيمة ومن يعني من أي شيء له علاقة بال. هذا الأمر الأخطر. هذا يخلينا نكشف لماذا نحن كائنات أو مجتمعات غير مؤمنة غير عارفة لا تستطيع تعرف عليه. أذكركم كلام جهم بن صفوان. جهم بن صفوان قال إن المعرفة هي الإيمان والجهل هو الكفر. معنى هذا أننا لكي نؤمن يجب أن نعرف، والمعرفة هنا معرفة كاف. تؤمل فكرك، تستعمل قدراتك العقلية والمنطقية وتقرأ فلسفة، تجرب التائل توقن، وبعد ذلك تصل إيمان فردي. لكن هذا هو الإيمان، يعني هو هذا الإيمان الحقيقي معرفة. وهذا هو اللي رفض الفقهاء ودمروه وقاتلوه بكل الطرق التي يرغبون بها. إذن المعرفة هي قتلها الناس، والتي لا يمكن للإيمان أن يتلا بها. لاحظوا المسألة الخطيرة. والإيمان بالمناسبة حتى عندما تجي على العلم، العلم كيف يبدأ؟ لا. فكرة الأولى الإنسان أنت تؤمن بصحة الفرضية مالتك، فأنت ما تأتي علميا. يعني العلم لا يمكن أن يوجد علم من الحديث ساينس من وجود إيمان. أنت تؤمن بأن هذه النظرية مالتي، أضع النظرية وتؤمن بأنه هاي الأشياء هذا الشيء هو يحدث بهذا السبب. مثلا هذه النار اشتعلت بوجود بسبب عملية احتكاك أو بين مادتين مثلا. أجي أتحقق من هذه النظرية، فأنا مؤمن بأنه هاي الفرضية صحيحة، أسعى إلى معرفة وتأكيدها، فبالتالي أصبح الإيمان معرفة، وهذه المعرفة قابلة للاختبار والتواصل. هذا موضوع جانبي بس حبيت أنا. الخطورة وين الكبرى اللي هي بديت بها الحلقة؟ أن الدين هو عدو الإيمان، وأن الإسلام هو عدو الإيمان، وليس صنوا للإيمان. الإسلام أقصد الموروث الذي تحقق على قرر هذا الذي تحقق والذي يتحدث عنه الفقهاء قاطبة غيرهم وكبير من أيام الدولة العباسية إلى هذا اليوم. هؤلاء جميعا لا يتحدثون عن الإيمان المعرفة، إيمان التصديق. نقلوا هذا الإيمان من الإيمان عبر التصديق إلى الإيمان عبر الطاعة. هاي مفارقة يعني مضحكة صراحة. كيف الناس تقبل هذه الفكرة؟ كيف أي إنسان واعي ولديه قدر من رام لذاته ولنفسه أن يتقبل هذه الفكرة؟ كيف يتحول إلى كائن مطيع تعبد دليل مجرد وبعد ذلك يقول له أنت مؤمن؟ أي إيمان هذا؟ يعني ما أعرف أنا، يعني هذا أنا استغرب أي شخص يطيل لسانه ويتحدث ويقول أنني مؤمن. عليها تقول مطيع. لا تقلبون الكلمات. كلمة الحقيقية للمسلمين الآن أغلبية، أنا أقصد مع احترام للجميع، هم كائنات مطيعة ومدلولة أو تطلب الذل. بالعكس دعاء الأدعية
اللهم أنا ذلي، أنا العبد الذليل، أنا كذا. أكو آيات كثيرة، أدعية كثيرة في هذا الباب، ونشغل الفقهاء تحديدا لديهم كتيبات موجودة في الشوارع كيف تكون عبدا صالحا. تخيل مو مؤمنا صائم، مؤمنا بالقلب، لا ما يتحدث لك عنه، هو يريدك بس خاف منه وخلص. هنا لازم نربط مسألة الإيمان، بدت بعد ذلك حتى تتحقق فكرة الإيمان بالطاعة، صارت تم ربط الإيمان بالطاعات. بس قال لك أنت لا يوجد إيمان بدون إيمان بالطاعات، يعني أنه لازم تؤدي الفرائض وتطيع. فبهذا خلى الإيمان، حول الإيمان إلى، فرغ الإيمان من معناه الحقيقي وحول إلى مجرد أداء الفرائض والطاعات. تخيلوا الفكرة التي كيف تم تسييس الواقع وتسييس الحقيقة إذا صحت، وتسييس الإنسان وتحويله إلى كائن مجرد يؤدي الطاعات، وبعد ذلك يقول له أنت مؤمن. تخيلوا المعضلة المرعبة. بل لم يكتفوا بهذا، قالوا أن عدم الإيمان بالطاعات هو كفر، ويستحق من يفعل هذا هو يستحق القتل والذبح. وهذا دعوة الخوارج، وبعد ذلك دعوة الدوائش أيضا هي نفس الفكرة، والسلفية، هم كلهم أجمعوا على هذا إلى حد بعيد. هذا نفس المبدأ اللي خلى أنه الإنسان اللي لا يصلي يقتل، كما يطلع لك أو يقول يستتاب ثم يقتل الذي لا يصلي، يستتاب ثم يقتل، يعني وفرحان وذول يصفقون خلفه ولا يعرفون انه كيف، على اي اساس، اي ايمان هذا. حتى نكشف الحقيقه، اكو هنالك مقوله للشافعي. الشافعي يدرك انه هنالك مشكله، قال حرفيا الذي هو يقول الايمان هو التصديق والاقرار والعمل، المخل بالاول وحده منافق أي بالتصديق، والمخل بالثاني وحده كافر أي بالإقرار، والمخل بالثالث وحده فاسق يعني أي بالعمل. فنوضح هذا يؤدي إلى ماذا؟ أن من اللي يوقف على أصل الإيمان وهو تصديق بالجنان هذا كافر أو فاسق يعني فقط. بعد ذلك شنو؟ أما الذي يخل بالتصديق أي بأصل الإيمان فهذا هو منافق فقط، أي أنه ماكو مشكلة تصير منافق، يعني لا بأس، ما عندنا مشكلة، بس ما تصير كافر ولا تصير فاسق. هذا معناته شنو بالنهاية؟ معناته أن الكفر والفسق لا علاقة لهما بأصل الإيمان، أي أنك لا يمكن أن تكون كافرا إن لم تكن مؤمنا بالتصديق يعني بالقلب. الآن ما عنده مشكلة، لست كافر إذا كنت كافر بالقلب، أما إذا أنت مؤمن بالعلن أو بالعمل أو باللسان لا بأس. ما تخيلوا حجم هذا اللي حول مجتمع أبنا وتاريخنا بأكثر طبقة مقموعة مسحوقة، وطبقة منافقة كاذبة مزيفة ظاهرية فقط لا علاقة لها بجوهر الأمور. هذا هو اللي يخلينا دائما لا تجي تعريف عن بينك وبين الواقع الذي كيف أنت موجود داخل الجماعة، داخل تذهب تختلط مع غير مسلم أو من أديان أخرى، المسيحيين أنتم، فهو هذا الحاجز موجود، لابد أن القلب غير موجود، يعني هو القلب الذي يدعون بأنه القلب هو المصدر كل شيء، هو الذي ينبع منه يعني كل شيء وجميل ولطيف، لكن هم دمروا هذا القلب واعتبروا أنه حتى أنت الكفر داخل قلبك هو طبعا الكفر بمعناهم هم، بالنسبة لهم هو الخروج على إرادتهم، الكفر والشر وهذه التعريفات كلها خروج على إرادتهم على سلطتهم، هذا معنى الكفر. بس عنده هذا الكفر ذا كان موجود بالقلب لا بس فاسق أقصى شيء. هنا نصل إلى التعريف الحقيقي الكفر، وهذه المسألة المهمة اللي الكفر هو عدم الإقرار باللسان
هذا أنا لا أطالبك بأن تكون مؤمنا أو حقيقيا، أنا أطالبك بأن تكون مؤمنا باللسان فقط، وعندما تكون أنت كافر باللسان أنت كافر. شوف التعريف الخطير الذي توصلنا إليه، وكيف وما معنى هذا، وأرجو الكثيرين أن يعرفون دلالة هذا التعريف. التعريف الآخر الخطير هو أن الكفر هو عدم الإقرار باللسان، والفسق هو عدم العمل بالطاعات. وإذن الكفر والفسق هم دائما يقعان داخل يعني خارج دائرة الإيمان. تخيلوا يعني أنت مالك على الإيمان، ما له علاقة الإيمان الحقيقي. إيش؟ لأنه يتعلقون بأشياء غريبة عن الإيمان ما له علاقة به. هذا أدعو جميع إلى الإنصات لهذه الفكرة والتأمل قوية على بهدوء، سيجدون يعني سيجدون أشياء، ربما سيجدون أشياء لا أول لها ولا آخر، وتستحق رسائل الدكتور. وخلاصة أن الإيمان لا علاقة له بالكفر، الطاعة لها علاقة بالكفر. تخيلوا يعني معنى الطاعة، معناتها الطاعة ليس بالإنسان، مستعمل أداة، الأداة هي الكافرة. أما الإيمان هو ممكن كان هاي الناس عامة الدهماء يجوز عنده إيمان خاص، هاي المرأة العجوز الإيمان خاص بها سمح أو لا بأس، ما عنده مشكلة. لكن هي أتى يعني صنعت معي إيمانها الخاص وتركوها العالم. لكن عندما تجي تتحدث عن إيمان الخاص الذي يتعارض مع الإيمان السلطوي الذي يطلب الطاعة، الإيمان السياسي الذي يتعاشق مع كلمة الدين، مفهوم الدين ومفهوم الإسلام، هذا لا، يصبح الكفر باللسان. وهذا بالضبط هو اللي تحتاجه أي دولة وأي سلطة طمعية استبدادية، هو هذا. يعني مسألة واضحة ما يراد العلم. السؤال هذا الآن المهم الخطير الذي أطرحه، ما علاقة الإيمان بالحر؟ هذا سؤال معاصر، إيش يجب أن نفهم أبعاده الخطيرة، وأن علاقة الإيمان بالحرية هي علاقة أساسية الآن ولا يمكن التغاضي عنها. لم يعد بالإمكان تعريف الإيمان كما وصلنا عن طريق الآباء المؤسسين لهذا الدين الموروث الذي أسس لصالح الحكام ذلك الزمان ولإدامة سلطتهم. الآن علينا أن نعرف بأن الإيمان له علاقة بالحرية. هذا التعريف للإيمان والتعريف للدين والتعريف للإسلام، هذه مسائل يجب وضع حد إلها، أو أنا يعني حدها على مستوى الشخص، أنا لا أدعو إلى أشياء يعني كبيرة، كل واحد يضع على حد يعني يعرف حدود التي مسموح له بالعمل وفقها والإيمان من خلال. أيضا هنالك أن مسألة الإيمان تعريف عند الأشعرية أعتقد تقول التصديق بالقلب هو تمام مفهوم الإيمان. هذا التعريف يعني جميل لطيف، لكنه تخلوا عنه يعني ما يفيدهم ما يصرف لهم. المهم هو احنا ما نريد نعرف الناس يعني شنو الفكرة بالنسبة للشعبنا، شعوبنا المعاصرة والناس الذي عالمنا المقفل دينيا والذي والمنتهك ثانيا وحقوقيا. هذا العالم يجب أن يعيد الاعتبار الإيمان وصل الحر. أما من يقول أن الإيمان هو تكليف من الله وأن الرسالة جاءت بتكليف الإنسان بهذا الإيمان بالله، فهذا لا يعني الطاعة، لابد أن الفرق. قد يقول يعني يتحدث البعض يقول الإيمان هو تكليف، لا الإيمان تكليف لا بأس، لا توجد مشكلة، لكن هذا التكليف شيء والطاعة شيء آخر مختلف تماما، ويجب أن لا يعني يستغفرنا البعض في هذا الكلام، لأن التصديق بالقلب هو مسألة اختيارية، يعني شاء من شاء وأبى من أبى. حتى لو فرضنا ما هو واحد يجبر عليه فهذا ما له قيمة، راح يدمر الحياة ويدمر، لأن انت شنو الهدف؟ هو مصالح الناس غير هو هاي مصلحة، مفهوم المصلحة الإسلامية، ما قلنا ماكو مفهوم الحقوق، ما يعترفون به، لا حقوق للعبيد والدين الإسلامي والأديان والمظلمة من الشرائع القديمة ليس لكن أيضا هذا ليس من المصلحة أنه يجبر الناس على شيء
لا يؤمنون به، أو تجبرهم على الإيمان، أو تجبرهم على القول بما لا تنطوي عليه أنفسهم وجوارحهم وجوانحهم وشغاف قلوبهم. يعني هذا دجل ما بعده دجل، هو اللي دمر حياتنا وأفسد كل شيء في حياتنا وفي تاريخنا وفي ثقافتنا ووعينا، فسموا ما شئتم. والآن بعد الفاصل راح أتحدث عن علاقة الكفر بالإيمان، ومن هم ومن الأفضل، هل الأفضل وفقا هاي التعريفات التي وضعتها لكم، من الأفضل الكفر أم الإيمان؟ فكونوا معي. والآن أصدقائي، من الأفضل وفقا للتعريفات التي وضعناها الآن، من الأفضل الكفر أم الإيمان وفقا لتعريف جهل المصف الذي عندي؟ صراحة ما عندي فكرة هاي المقولة، لأن قاري من زمن بعيد صار جهم، لكن المهم أنا عليه بالتعريف مالته، لا لي لا ليس علاقة لي بالرجل. المهم التعريف يقول المعرفة هو الإيمان، الإيمان هي المعرفة، والجهل هو الكفر. فبالتالي يطلع يظهر وفقا لتعريف الإيمان الإسلامي الفقهي، لا أقصد الإسلام الذي في القلوب، الإسلام الذي تحقق على الأرض والذي يؤمن به أو يعمل به جميع الفقهاء سنة وشرعا، هذا الإيمان هو الكفر بعينه، لأنه الإيمان إيمان جهل. يعني وقال القول بأن المعرفة هي الإيمان أو الإيمان هو المعرفة من هذه الأدوار، والكفر هو الجهل، بالتالي الذي يحصل فعلا هو الإيمان بالجهل وليس بالمعرفة. لا تتعرف على الله، معرفة من أين؟ يقول الإبستمولوجيا، لا أعني الإبستمولوجيا معنى الكبير أو علم المعرفة، لكن يعني أعني المعرفة من الذي عرفه يعرفه فهو عارفه، يعني فهذا هو هاي. يعني أن تعرف شيء وتصدق به، لما تعرف الشيء تؤمن به، ما لا تعرفه لا يمكن أن تؤمن به. أنا شيء لا 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 أراه ولا أجد أي دليل على وجوده أو أي لا أتلمس شيئا، وبالتالي أنا لا أعرفه، فكيف بي إنه كيف أؤمن بشيء لا أعرفه ولا أراه ولا يعني، كما يقول لي هنالك فيل يطير ويقول يجب أن تؤمن بهذا الشيء، أنا لا أعرف هاي. عندما أشاهد فيل يطير وأعرف هذه الحقيقة أو المعلومة بعد ذلك أؤمن به. وعندما الآن كأي إنسان كان بدوي مثلا قبل قل هاكو طائرة طير في الفيل يطير بس، أنا هذا كذب، لا أؤمن بكلامك ولا أصدق. وعليه يصبح من يجهر بالكفر هو يجهر بالمعرفة، هذا بالعكس يستحق التكريب ولا يستحق ولا لا يستحق التوبيخ والتكفير، وبالعكس يستحق الاقتداء. وعندما نأتي الآن إلى الحقائق نجد أن الناس الذين كل الأناس الذين دعوا المعرفة أو قدموا معارف حقيقية وصموا بالكفر، شوف المفارقة العجيبة الغريبة، أن هذا الدين يدعوك إلى عدوا للإيمان بمعنى هو، وعدوا للكفر بمعنى هو، أي أنك تكون عدوا الإيمان الحقيقي بالمعنى الحقيقي وصديقا للكفر، أو صديقا للكفر بمعنى الإيمان الذي وضعه هؤلاء الفقهاء، أي كل شيء بالمقلوب. وهكذا يصبح الصدق، حتى الصدق عند رجال الدين هو بحقيقة هو كل أكاذيب وأوهام وبث للإدعاءات والخرافات وما إلى ذلك. والهدف واضح دائما، كل شيء يحدث وهدفه دائما السلطة، سيطرة على الناس، تحويلهم إلى كائنات مروضة ومدجنة كما يفعل الراعي مع رعيته من الأنعام والماشية. بالضبط هي هاي المسألة لا أكثر ولا أقل، مسألة من هذا النوع يجب أن يعني أن يحترم الإنسان المعاصر نفسه بأن يكون يعني ما واضحة الفكرة، ماكو داعي أتحدث، لأنه لا يمكن إنسان يحترم نفسه لديه ذرة من وعي أن يكون واحد من الرعية والمطيعين
أنا مؤمن، لا بأس أن أكون مؤمن، لكن مؤمن مو بهاي الطريقة اللي رحناها منذ البداية. يصبح هكذا الإيمان بالعلم هو الإيمان الحقيقي، لأن يعني الإيمان بالعلم هو يقدمك المعرفة الحقيقية. هذا الإيمان هو الأفضل، هو الأجدى، هو قدم للناس شيء حقيقي. وأيضا أنت مع نفسك تقتنع بأن ما تعرفه هو أكثر مصداقية وأكثر يعني تستطيع تلمس واقعيته وحقيقيته من خلال التجربة والعمل، مشاهدة نتائج هذا الإيمان بالعلم والإيمان بالمعرفة والإيمان بالفكر. نجد الآن كل شيء حولنا هو قائم على العلم والمعرفة، ولا نستطيع، لا يمكن أن يوجد إنسان الآن في صغيرا كان أم كبيرا، جاهلا أو عارفا، لا يستغني عن العلم والمعرفة العلمية. كيف من يستغني عن المعرفة العلمية؟ لا يستطيع حتى أن يشغل جهاز تلفزيون أو يقرأ كتاب أو يتعلم شيء أو يستعمل الموبايل أو يستعمل أي أداة من أدوات البيت، الأجهزة الحديثة. ويعني المعرفة الآن أصبحت هي حقيقة راسخة، وهي والتي سميت أو كفر تم تكفيرها وجعلها مسألة يعني تنتهك حقوق الله والدين وتستحق بالتالي العقوبة القصوى دينيا. أخلص إلى قول نتيجة نهاية أن الخلط بين الإيمان والدين والإسلام هو خلطة فضفاضة جدا، ويجب كشفها والتوسع بها. أنا أعطيت فقط رؤوس نقاط، وهذه طريقتي دائما، أعطي رؤوس نقاط وأفكار، والباقي من يرد على الحجة أو يبحث في خلفياتها فهي مسألة قصة، وممكن أن يتوسع بها إلى ما شاء. بالتالي أن هذا الخلط هو فضيحة صراحة، وبالتالي هذا ينتج عن يؤدي إلى حقيقة راسخة وقوية. يعني أتمنى أكون غلطان، أن هذا الفقه بأكمل طول الفقه، كل ما فعله الفقهاء هو بالحقيقة ما له علاقة الإنسان وقلب الإنسان، إيمان الإنسان وحاجة الإنسان للإيمان بقضية ما. بالعكس شوه إلى حد جدا، وأنا يعني يجب أن نعترف بهذا مدى إساءتنا للإنسان ومساء إساءتنا وللآخرين إذا تمسكنا بهذا النوع من الإيمان. وأتمنى أن أكون ما أذيت أحد في شيء، وأتمنى أكون قدمت شيء مفيد ويفتح آفاق جديدة تخرجنا من هذا النفق المظلم الذي نحن فيه. وهنا أختم بمقولة للمفكر تونسي فتح المسكين، يقول إن التصديق، الفقه يفترض أن التصديق هو خضوع وانقياد، ومن ثم هو يخلط بين الإيمان والدين، وبين التصديق والطاعة، وبين التكليف والعقاب، وبين تجربة الحقيقة وتجربة السلطة. وأيضا يضيف أن هذا معناه أن الإيمان والإسلام لا يترادفان حقا إلا عند الكلام عن الأعمال الشرعية، ولكن ذلك يعني فقط أن الإسلام قد استولى على دلالة الإيمان وحولها إلى جزء داخلي في سياسة الطاعة التي احتاجها الملة. في النهاية أنا هذا البحث تعنت به بعدد كبير من المفكرين، من أمثال الصديق أيضا دكتور الحمامي تونسي، وأيضا عبد الغزيز، وأيضا مصادر أخرى كثيرة. لكن هذه الأفكار أنا مسؤول عنها، وجزء كبير من تنبطها من قراءاتي، لكن عموما الفكرة العامة أنا مسؤول عنها. ولكن اللي أختم به وأقول أن هذا الفرق بين الإيمان والكفر هو فرق وهمي، وبالحقيقة أن الكفر والإيمان معنى الإسلام الذي معنى الحقيقي الذي، والإيمان هو الكفر. وبالنهاية يتضح بأن الفقه الذي هو جهد عظيم لا شك، لكن العظمة لا تعني أنه العظمة أنه عظيم وجيد، لا، مسألة فيها جدل هذه. لكن الفقه عموما هو مجرد ما
مسألة لا علاقة لها بالإنسان، لا علاقة لها بحريات الإنسان ولا بحقوق الإنسان، إنما بواجباته واستعباده وأيضا استغلاله وإلغاء قلبه الذي من حقه أن يؤمن كما يشاء. وهذا أعتقد خلاصة لكم أن تستنبطوا منها ما تشاءوا. وآسف على الإطالة لأن الموضوع يعني هو أعتقد يعني أنا قدمت موجز الموجز وحاولت أقدم بطريقة أو بأخرى ما شذاذات الأفكار أو إشراقات سريعة يمكن لكل منا أن يجد منها ما يشاء. مع السلامة وإلى لقاء قريب. معكم كان معكم